حضر النجم العراقي همام إبراهيم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الهلال الذهبي الذي أقيم في بغداد. همام أعرب عن سعادته بهذا الحدث الفني الضخم. فرحان جدا اليوم بين أهلي وناسي بهذا الحفل الفني الرائع اللي راح نقول به لكل العالم أن بغداد خير وسلام ومحبة وفن. ما هي مشاريع همام المقبلة؟ طبعا أكو جديد إن شاء الله خلال 10 أو 15 يوم راح تنزل.